السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل ما نبدأ الخبر اللي معانا النهاردة، أرجو اشتراك للقناة ونفعل زر الجرس وندوس لايك للفيديو عشان يوصلكوا كل جديد من القناة. أول حاجة هنتكلم فيها، طبعا دي واقعة من وقائع التحرش اللي حصلت الفترة اللي فاتت. طبعا عارفين الممثلة الشابة ميان السيد، كشفت هي في كلامها ان هي اتعرضت للتحرش على يد زميل لها في احد اعمالها الفنية ولم تذكر اسمه، كما اكدت ان هي اتعرضت للتحرش منذ عدة سنوات ايضا على يد صديق لها. لافتة انها قالت ان هي ما كانتش مدركة لمعنى كلمة تحرش، وبتبدي ندمها ان هي ما اخدتش الاجراء اللازم وقتها، واكدت كمان ان هي مش هتسكت بعد كده، وقالت كمان ان لو اي حد كلمها وهي ماشية في الشارع هتعمل بلاغ وهتقول، يعني هتتكلم ومش هتسكت، ولان صوتها بتقول ان هي صوتها دلوقتي مسموع وبسبب البنات اللي اتكلمت وحكت عن تجربتها المؤلمة مع احمد بسام زكي. فطبعا هي عايزة ان هي تاخد حقها لو حصل لها اي تحرش بعد كده، حتى لو هي ماشية في الشارع بالكلام. واثناء كلامها في الفيديو بكت وكانت بتطالب ان هي عايزة ان هي لما تمشي في الشارع تحس بأمان، عايزة لما تفتح تليفونها تحس بأمان، عايزة لما تشتغل مع رجالة تحس بأمان، وبتقول أنا مش حاسة بالأمان. وكمان أكدت في الفيديو اللي هي نزلته، قالت أنا عايزة أحس بالأمان، وبيتناشد كل البنات اللي حصلت مع واقعة التحرش بتاعت أحمد بسام زكي، بتقول لهم إن هم يقدموا بلاغات علشان يتسجن وياخد حسابه. وبتقول كمان اللي ربنا نجاهم من احمد بسام زكي يتقدموا بالبلاغات وما يخافوش، لان هي لو كانت تعرف بموضوع التحرش ده ان هو لازم يتقدم بلاغ، او ما كانتش تفهم يعني ايه كلمة تحرش الا بعد الموضوع ما عدى عليه سنين. وده كان الخبر اللي معانا اللي يخص ميان السيد بالنسبة لواقعة التحرش اللي تعرضت لها. وأرجو اشتراك للقناة ونفعل زر الجرس وتدوس لايك للفيديو عشان يوصلكوا كل جديد من قناتي قناة توتي نيوز. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.